برحب بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وبرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير. وفضلتك بألف خير وصحة وعافية، وكل سنة وحضرتك طيب وبعودة الأيام يا رب على خير. جمعا يا رب. يا رب إن شاء الله. أيام قليلة جدا وبنستقبل شهر رمضان الفضيل، كل عام وحضراتكم بخير وحضرتك بخير. يعني محتاجين بقى يعني في هذه الأيام نستغل بقى هذه النفحات اللي جايه رمضان، ونبتدي نستعد في خلال الخمس ايام ولا الاقل اللي جايين عشان نتهيأ للشهر الفضيل. فارجو حضرتك تنصحنا كيف نتهيأ، وازاي بقى نبتدي نتخلى عن الدنيا والازعاج اللي حاصل في الدنيا والدوشه دي كلها، ونصفي عقولنا وقلوبنا عشان نستقبل هذه الايام المفترجه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. المحنة التي تمر بها البشرية عامة ونمر معهم فيها يمكن أن نحولها إلى منحة، والذي يرقي الإنسان في مراقي العبودية مع الله ويجعل قلبه رقيقا ويجعله حاضرا ومستعدا في كل وقت للطاعة ولتعلق قلبه برب العالمين ولنزول السكينة على قلبه، ما يسمى عند علماء الأخلاق الإسلامية القلة، قلة الطعام، قلة المنام، قلة الكلام، قلة الأنام. وهم طبعا عملوها كده علشان تتحفظ على الميم يعني، لكن ممكن نقول ما بدل قلة الطعام نقول عليها الصيام، ممكن قلة الكلام نقول عليه الصمت، ممكن قلة الأنام نقول عليه الاعتكاف أو الخلوة، ممكن قلة المنام نقول عليه التهجد أو قيام الليل، وكلها موجودة في القرآن ومنصوح بيها كوسائل لعبادة الله سبحانه وتعالى. فممكن أن نعتبر مفتاح رمضان وما نجهز له من الآن ونحن في هذه المحنة هي هذه الأربعة. عظيم. هي قضية القلة. نحن عندنا عزل إجباري، خلاص نخليها لله. صحيح. ونخلي هذا نوعا من أنواع الخلوة حتى ولو كانت في الجلوة. الخلوة يعني انت لوحدك، الجلوة يعني انت مع الناس، فقالوا خلوتهم في جلوتهم. فالإعداد بتاع الخمس ست أيام دول ان احنا عايزين نقضي رمضان، وقد حرمنا المساجد وحرمنا أشياء كثيرة، حرمنا التجمعات، حرمنا لمة العيلة وهي ما كان يميز مصر عبر القرون، ولكن في وقت الوباء يجب علينا من التحرز حتى تمر هذه الأزمة. طب فضلتك في الجزئية دي، منظمة الصحة العالمية النهاردة ولا حاجة أصدرت بيان مخصوص للمسلمين في جموع العالم بيحذر من الشهر شهر رمضان ان الناس تتجنب تجمعات العباده وتتجنب التجمعات الاجتماعيه، عشان يعني تحاول الدول والمنظمه انها تحد من حده الانتشار. فالناس ربما تستثقل هذا، وممكن نفاجئ بناس بتصلي مجموعه مع بعضها في شقه، الناس بتنزل تفتح زاويه. فحضرتك توجه ايه للناس؟ تنصحهم بايه في مساله التباعد اللي حضرتك تكرمت بذكرها الان؟ احنا مرات كثيره حتى في هذا البرنامج تكلمنا عن أن الأطباء هم أصحاب الموقف في هذا المجال، وأنهم ينصحون لوجه الله تعالى، حتى أسميناهم بالجيش الأبيض. صحيح. وأنهم يتصدرون الصفوف الأولى للمعركة، وأننا في معركة حقيقية يعبر عنها كل رؤساء الدول، أننا في معركة حقيقية، حتى يتنبه كل إنسان يستهين بالحالة ويحاول أن يتجاوزها بسهولة، بننبهه إلى خطورتها وأهميتها بكافة الوسائل. في أوبئة حلت في الأرض كثيرا، وهذه الأوبئة خلفت
ملايين حالات الوفاة، والسبب في ذلك أن هذه الإجراءات التي نتخذها الآن لم تكن تتخذ. وباء 1918 في الأنفلونزا الأسبانية حصد 50 مليون من مجموع مصابين، وصل إلى 500 مليون، وأهل الأرض حينئذ 1.5 مليار. النهاردة أهل الأرض 7 مليار. فلو أننا تركنا الأمر كما ترك في هذه الأوبئة من غير إجراءات لانفلت الحال. الحاكم بأمر الله الفاطمي لما استطاع أن يسيطر على الوباء بإطاعة الأطباء، النصايح، البرنامج اللي هم عاملينه نفذه، فسيطر على الوباء. فحدث له جنان، لأنه حاجة غير معتادة أنه يستطيع أنه يسيطر على الوباء. هناك فيلم أنتجته روسيا في 1958 عن ابن سينا، لأن ابن سينا والبيروني وهكذا كانوا في كازاخستان، وكازاخستان كانت إحدى الدول السوفيتية، يعني يحبون هذا، إنه دول تاريخهم وأصولهم. فابن سينا بيقول له أصل الحكاية دي من حاجة لا يرى بالعين المجردة، ولازم نعمل ونعمل ونعمل، اللي هو العزل والابتعاد الاجتماعي. لما كان يطاع الأطباء كان الوباء بيبقى من 3 شهور إلى يعني 5 لما يكتر قوي. ده مع الوعي ومع سماع كلام الوعي الهيئات الصحية سماع الكلام ومع تطبيق العلم طبعا. يعني أنا هنا في قدامي طريق علم وبعدين مش راضي يخلص بقى ويتحاصر وفي خلال 3 شهور ينتهي. فلو ان احنا قلنا انه بدأ في يناير يبقى المفروض خلاص يخلص في اخر مارس. لو قلنا بدأ في بلد مثلا في فبراير، عندنا في فبراير مثلا المفروض يخلص مايو، يعني يبقى يخلص ابريل مثلا بالظبط، واخد بالك يعني. ولكن ايه اللي بيخليه يطول بقى؟ اللي بيخليه يطول عدم الالتزام. صحيح. فاحنا يعني الامر واضح جدا في هذا ومتفق عليه بين اهل الشريعه واهل الطب، انه لابد علينا من محاصره المرض. الذهبي في سير اعلام النبلاء يتكلم عن ان المساجد اغلقت وانه لم يعد فيها مصلي ولا اذان كمان. يعني احنا ده احنا بنأذن دلوقتي، يروح المؤذن يأذن وكذا الى اخره، بس بنمنع الجمهور، لا ده ولا اذان كمان. عندنا اعلامات اعلام وكذا وتلفزيون وراديو فيه صوت الاذان، لا ده ولا اذان كمان. فاذا يجب علينا ان نستفيد من التجارب التي وضع الله البشرية فيها من قبل، وكان لهم تجربة. وشرعا من كسر هذا فإنه يكون معتديا على الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فربنا يجملها بالستر ويفوتها على خير. فالتجمعات في رمضان وهكذا، لا أنا عايز القلة، قلة المنام، قلة الأنام، قلة الكلام، قلة الطعام، وكلها متوفرة في رمضان. رمضان فيه اعتكاف، طب مش هنعتكف في المسجد، اعتكف في أوضتك، اعتكف في مكانك، يجوز يا مولانا. يعني يجوز. دي الأوضة اللي أنا بقعد فيها خلاص، أو أوضة نومي فيها الصلاة وفيها قراءة القرآن. هي دي الخلوة، دي كده خلوة، هي دي الخلوة، هي دي اللي النبي عليه السلام علشان يقلل من الانام وكذا راح غار حراء. مظبوط. واخد بالك، غار حراء مش مسجد. ولكن بالرغم انه مش مسجد الا انه مكان بعيد عن الناس. هذه الخلوه مع الله سبحانه وتعالى بتؤثر في النفس بدون شك. كل واحد فينا ياخد كده جنب من المدام ومن الولاد، ياخد جنب كده يقعد 2 3 4 زي ما يقعد بقى مع الله. والأنس بالله. وهنا يجد الإنسان نفسه لا يمل. صحيح. وبيجد صحيح. الإنسان، ولذلك سيدنا كان يقول إيه وهو بيشرح الفترة دي،
فينزل فيتزود لمثلها. يعني هو قاعد 10 ايام فينزل لما خلص الزاد والزواد يتزود لمثلها، عايز يقعد 10 ثانيه. مظبوط. يبقى ده بيتلذذ بقى، يبقى ده في حاله لذة للعباده ولذة للانس ولذة للقلوب الضارعه. يجرى ايه لما نحول حياتنا لهذا؟ صحيح. لكن تجد السوشيال ميديا والواتساب واللي مش عارف ايه مليئه بالسخريه من البقاء، وكيف انه سيحول الناس الى كائنات غريبه، وضحك ضحك ده. طيب كثره الضحك تميت القلب. احنا ما بنقولكش خليك منكد، احنا بنقولك التزم بالتعليمات وحول هذه الامور الى انس بالله. الله. استعدادا لرمضان. ادي اللي بنقوله. جميل. ما يتفهمش منا بقى ان احنا بندعو الى اي حاجه تانية، احنا بندعو للنقطه دي بالذات. وليجرب المجربون فقد جربناها وسعدنا بها. صحيح صحيح. ما تجربها وشوف ان هذه القله اللي منها قله الانام اللي هي بتخلي النار ما تشتعلش في الكبريت وتنتشر، لان ده وقف حائل بينها ولم ينقل هذه النار لما خالط الناس ولما كذا الى اخره. فعايزين المنحنى ينزل بقى يا رب، والمحاصرة التامة تتم. وهذا إن شاء الله يكون النصيحة دي في كلمة واحدة، القلة. الله. ونعرف بقى وإحنا بنفسرها إن شاء الله. وده كله استعدادا لرمضان اللي فيه قلة الطعام بالصيام. صحيح. اللي فيه قلة المنام بالتهجد، اللي فيه قلة الأنام بالاعتكاف، اللي فيه قلة الكلام بالاشتغال بذكر الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا بالغيبة والنميمة ولا بالنكات ولا بالضحك والبتاع وكذا، ونشر الأكاذيب سواء نشر في التليفون ولا على السوشيال ميديا الإشاعات والأكاذيب والوجهات النظر العجيبة الغريبة التي هي مبنية على الكذب وليست مبنية على الحقيقة ولا الحق. نعم. فالدكتور يعني لو وقفنا مع الأنس بالله، وإن شاء الله نأنس جميعا بالله سبحانه وتعالى، ونستغل هذه الفرصة في رمضان أهو كل سنة وحضرتك طيبين بعد أيام، ونبدأ بأول محور عشان نأنس بالله أو مفتاح القلة زي ما حضرتك ذكرت، قلة الطعام. فإحنا كده كده صايمين، ولكن بنرى من دلوقتي الهايبر ماركتس، سوبر ماركتس، الأسواق، ناس زحمة، ناس نازلة تشتري كتير، الحمد لله خير ربنا كتير، والحمد لله ما فيش سلع ناقصة ولا في أي شيء، ولكن فكرة التكالب وفكرة الزحمة وحتى الزحمة دي نفسها خطر. المولات النهاردة الناس بتقف قدامها مولانا بالنص ساعة عشان تدخل، عشان الزحمة طوابير. حضرتك تنصح الناس بإيه؟ خصوصا إن في ناس ممكن تكون محتاجة، فآخد احتياجي وأدي للناس المحتاجة. والله الكلام مكرر. أنا بابا يعني هنعمل وذكر إيه؟ يا مولانا هنعمل إيه؟ فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن على كل حال يعني النبي عليه السلام نهانا عن اكتناز الفضل. يعني إيه اكتناز الفضل؟ يعني أنا يكفيني قد إيه؟ يكفيني كيس كيسين، التالت ده غلط، ده التالت ده لازم يروح لآخر علشان يكفيه هو كمان. أمرنا دائما بأنه من كان له فضل طعام فليعطيه لمن لا طعام له. من كان بيسموها الفضل، فضل يعني إيه؟ يعني الزيادة. ديننا كده، اللي عايز الثواب، وده احنا رمضان هالل علينا هو بنفحاته ورحماته، يبقى لابد عليه أن يلتزم بذلك. ابتداء ما يتكالبش على السلع حتى لا يصل إلى حد الشح. أن تشح هذه الأمور في المجتمع لما كل واحد هيخزن عنده فوق طاقته وفوق حاجته. والقضية الثانية عدم البخل. كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فكأنه الريح المرسلة. عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا صلى الله عليه وسلم لما يجي طعام وكذا إلى آخره، والطعام يعني برضو شاحح شوية، قم يحجز ليس فوق سنة، يعني يحجز للسنة دي
هيقضينا قد ايه مثلا، يعني رز هيقضينا قد ايه، بالزبط. شعير هيقضينا قد ايه، الخزين بتاع البيت، الخزين بتاع السنه ما يعملش سنتين، هو لا سنه أساسي. واحده. فلا تبقى عنده سوى ايام. اصل برضه خزين السنه وفي العهد النبوي والرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما كانش فيه بيته غير القليل، يعني التمر والماء الاسودين يعني، فاكيد خزين السنه كله يعني. فكان لا يرد يد سائل. الله، اللهم صل وسلم وبارك. فده يجي يقول له انا جعان، انا ما عنديش، انا كذا، انا يدي 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 يدي. بيبصوا فيه، كنا زمان واحنا في البلد نسمي اوضه الخزين دي القرار. قرار. القرار ده يعني ايه؟ يعني يعني اوضه الخزين، تبص في القرار ما تلاقيش حاجه، خلص. الله، ده احنا فاضل لنا سنه لعده ايام. فكان صلى الله عليه عليه وسلم بهذه، من اراد ان يمتثل ذلك الذي جعله الله اماما وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وقال لنا وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. احنا بنقلد الرسول الذي جعله الله معيارا مقياسا للقبول عنده سبحانه وتعالى، للنجاح في الدنيا كما نجح، للرضا في هذه الحياة. نعم. فضلتك في حلقة برضو سابقة كنت فضلت وذكرت انه لابد الناس ممكن تخرج الزكاة في الايام اللي احنا فيها دي والعمالة غير منتظمة قاعدة في البيت، وفي ناس اكيد كتير محتاجة يخرج الزكاة سنة وسنتين قدام غير الموسم بتاعها الحالي. كمان الصدقات، يعني الناس اللي ما طلعتش عمرة يعني تتصدق بجزء، حتى ولو حتى جزء حتى قليل من ثمن العمرة اللي كان هيطلعها، ودي مليارات يعني بحسبة بسيطة كان حوالي 3 مليار جنيه المفترض موسم العمرة في رمضان يعني. ففضلتك تقول ايه للناس انها تشجع الناس، الفضل بقى في التصدق في هذه الاوقات او اخراج الزكاة بشكل مبكر. معلش بنكرر تاني الكلام للدعوة للناس. وقت العسرة النفقة فيه خير من رمضان. وقت العسرة هو يؤدي إلى غفران الذنوب، يؤدي إلى ستر العيوب، يؤدي إلى تيسير الغيوب، يؤدي إلى النقل من دائرة سخطه إلى دائرة رضاه، يؤدي إلى رفع الدرجات، يؤدي إلى تثبيت الإيمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عثمان رضي الله تعالى عنه بعدما جهز جيش العسرة، كانت سنة جديدة زي السنة اللي احنا فيها دي، فجهز جيش العسرة، قال ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. يعني ابن عفان لو لم يفعل مع الله سبحانه وتعالى أنه فعل هذا في العسرة يكفيه الانفاق في العسر ده. طبعا لو ان واحد قليل العقل عرف ان نفسه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، يقول لك طب اعيش دنياتي بقى، واعمل الحاجات اللي تغضب الله بقى، والحاجات ما انا خلاص اتغفر لي بقى، ما انا مغفور لي بالظبط. فايز بعثمان يزداد الله عباده ويزداد حياء من رضي الله عنه وارضاه، ويزداد حتى يستشهد. نعم. وهو على المصحف. نعم صحيح صحيح. يا يبقى اذا لما جه وقال له ما ضر ابن عفان ما, 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 ما فعل بعد اليوم، اراد ان يلقى الله بصحيفة طاهرة. نعم. فلقى الله بصحيفة طاهرة، مش اراد الله اراد ان هو يلقى الله بصحيفة كلها آثام ومعاصي ثم يطالب بالله سبحانه وتعالى بالوفاء بوعده وعهده أن يغفر له. أنا اتغفر لي ما بالظبط يعني. طب يا سيدي هنغفر لك وكل حاجة، بس أنت كده أهنت نفسك. مفيش حياء مع الله سبحانه وتعالى يعني. مفيش حياء وتركت الدرجة العليا التي عرضت عليك. طبعا. لا، ابن عفان سموه صاحب النورين لأنه تزوج رقية ثم بعد رقية أم كلثوم ومات عنده. فقال له النبي
يا عثمان والله لو كان عندي ثالثة لزوجتكها. يعني ما تشائمش، ما قالوش انت السبب زي بعض الناس ما يقولوا كذا الى اخره. انت خدت بنتي وموتتها، طب يعني بتنتقم من مين يعني؟ ده قدر واجل مكتوب لا يتقدم ولا يتاخر ثانيه، مش او اقل من ذلك. ولذلك فنحن ننصح الناس ان هذا زمن الاسره الانفاق فيه اعلى وابر من الانفاق في سائر الاوقات حتى رمضان. صحيح. طيب، ومن هنا جت فكره استعمال كلام الامام الشافعي وغيره من الائمه في ان تعجل الزكاه ولكن لا تزيد على سنتين، لان الزكاه دي تذهب الى المستحقين، والمستحق بعد سنتين يمكن لا يكون مستحقا، فانا بديله اللي في غالب الأمر والسنة الكونية أن الإنسان الفقير لا يغتني فجأة. صحيح، مش هتبدل حاله قوي كده في سنتين من الفقر الشديد إلى الغنى الشديد. ولذلك حددوها بالسنتين. إنما الإنفاق في الأسرة له أجر عظيم. أستاذ فضلك نخرج لفاصل، وبعد الفاصل نروح لمحور ثالث في القلة عشان نحقق بقى الأنس بالله، قلة الكلام وقلة الأنام وقلة الطعام وقلة المنام، نتحول إلى قلة الكلام. محتاجين نمسك على أنفسنا ألسنتنا يعني قليلا يعني. فأستاذن فضلتك نناقش هذا المحور بما فيه بقى الشائعات والناس اللي بتردد أي كلام، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله، لأن ده جزء مهم جدا. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية، وقبل الفاصل واحنا بنتكلم مع فضيله الدكتور ازاي نستعد لرمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين بعد ايام قليله. ففضلته تكرم علينا وان احنا لازم نتبع القله، قله الطعام طبعا في الصيام وفي يعني كل واحد ياخد على قد احتياجاته ما يصرفش، قله المنام من الناس تتهجد بالليل، وقله الانام انها الاعتكاف او التهجد او الخلوه، يعني يقعد كده في بيته في المصلى بتاعه ويقرا قران ويصلي ويعني واللي ربنا يقدره عليه. مولانا برحب بحضرتك مرة أخرى. وفي بعد رابع أو مبدأ رابع فضلتك تكرمت بذكره، وهو قلة الكلام. في قلة الكلام بنرى النهاردة الناس خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي كل بيتكلم بما يعرف وبما لا يعرف، بما هو صحيح وبما هو باطل وزور وإفك يعني. فهل أنا لما أقعد أكتب أي كلام أو أنقل أي كلام أحط أي كلام على السوشيال ميديا ويكون في باطل ويكون في زور ويكون في اتهام للناس بالباطل أو خلق حقائق وشائعات وبس الخوف بين الناس، هل أنا كده ينقص من أجري في الصيام؟ نعم، وهناك أصول تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. أولا، أول حاجة، حتى كثرة الكلام هذا دليل على اللغو، ونهى ربنا سبحانه وتعالى عن اللغو وجعل الابتعاد عنه من صفات المؤمنين. فهذه أولا. أنا الآن لغاية دلوقتي لا أختلق حقائق ولا أكذب ولا أغالي، وبالرغم من كده قال لي خليك قليل الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول إذا رأيتم الرجل قد أوتي صمتا فهو تنزل عليه الحكمة. الحكمة تنزل عليه الحكمة. نعم، الأتساجد فالصمت ده بيتيح للإنسان أن يتفكر قبل أن ينشط. لكن الكلام الكتير والكتابات وكذا إلى آخره والتسرع يجعله أكثر خطأ وأكثر وقوعا في المخالفة للحقيقة وللحق، فيكون كأحد الكذابين. الأصل بقى الأصيل الذي أخرجه لنا مسلم كنوع من أنواع الضبط والتوثيق، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يعني يقولك ما هو مش أنا اللي قلت، ده أنا سمعت بالضبط يعني. وفي رواية أخرى أوردها برضو مسلم كفى بالمرء كذبا. نعم يعني هيعده أحد الكذابين بالرغم أنه لم يفعل شيئا إلا النقل. يبقى إذن إحنا عندنا
أما الذي يفتري فإثمه بين وهو يعلم أن لا رمضان ولا شوال محسوب. ده اللي هو صاحب الكذبة الأولاني. صاحب الكذبة الأولاني. إنما حتى اللي لكن هناك من يبادر بالنشر والمشاركة صحيح. وكذا إلى آخره، فهذا هو الذي يقول فيه كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فهذه الأصول التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تراها قد جمعها ابن أبي الدنيا في كتاب ضخم اسمه صمت. الصمت. الله. نعم، الكلمة كما يقول الإمام الشافعي تملكها، فإذا نطقت بها ملكتك. صحيح. يبقى صحيح. أنت يا من تتكلم أصبحت عبدا لها، هتتحاسب عليها خلاص، خرجت. هتتحاسب عليها وتقعد تتكسف منها وتقعد تأولها وتقعد تجذب حواليها لا أنا مش قصدي، لا أنا كذا إلى آخره. فيبقى إذن يجب علينا أن نفهم هذا الترتيب. نعم. ونفهم أن هذا أصل أصيل في إشاعة الفاحشة بين المؤمنين اللي هو بنسميها النهاردة بلغتنا الشائعة. نعم. طيب فضل دكتور، يعني كل سنة حضرتك طيب، وطبعا المحور الاستعداد زي فضل دكتور تكرم بذكره في الجزء اللي فات، القلة، قلة الطعام، قلة الكلام، قلة الأنام، وقلة المنام. دول كده أربع حاجات إن شاء الله الكام يوم الجايين نستعد بيهم لرمضان. وطبعا كل سنة وحضرتك طيب، ده تقريبا كده إيه آخر حلقة قبل رمضان في لقاءنا الأسبوعي مع فضل الدكتور، وإن شاء الله من أول رمضان هيكون في لقاء تاني بقى متجدد يوميا إن شاء الله. إن شاء الله. برنامج مصر أرض الأنبياء إن شاء الله هيكون برضو هنا على CBC. فضل الدكتور علي جمعة يعني هيحدثنا فيه ويعلمنا فيه سير الأنبياء الكرام اللي جم على أرض مصر، وهنتطرق إليه. ولكن عذرا مولانا يعني قبل الجزئية دي، حابب بس في إطار قلة الكلام وفي إطار الشائعات وعدم التحقق، وإن ده بيخصم من رصيدنا، يعني رصيدنا قدام نفسنا قدام الناس، ورصيدنا قبل كل ده مع ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا بننشر أكاذيب. فإحنا كنا بنصور عند فضيلة الدكتور في مسجد فاضل، وهنا جنبنا مش بعيد، فبنصور البرنامج الديني، ففوجئنا ان في ناس نشر على الفيسبوك اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي، والغريب ان كله مكتوب اسطمبه واحده بنفس النص زي ما حضراتكم كده شايفين. بيقولوا ايه بقى؟ بص حضراتكم الافتراء، يعني مسجد فاضل في 6 اكتوبر النهارده الظهر كان زحمه جدا وفي تجمر شديد جوه المسجد وبراه. ده امتى يا جماعه؟ ده اول حد نشرها بالمناسبه الست دي. فبتقول ايه ده امتى؟ ده بتقول الظهر، مع ان التصوير كان بالليل مبدئيا، بعد ايه؟ بعد ما الحظر بيبدا الساعه 8 و9 بالليل بنبدا يعني، فطبعا النهارده الظهر ده ما حصلش مبدئيا يعني. طيب بتقول الناس اعتقدت عشان صلاه الجمعه. طلع التجمر ده عشان بيصوروا ايه؟ مسلسل لرمضان. شوف حضراتكم مسلسل رمضان جوه المسجد. اي والله، وبتحلف بالله، يعني المشكله بتحلف بالله، قفلوا المساجد للمصلين وفتحوها للممثلين اللي هو انا، قسما بالله احنا كورونا شويه علينا. ده اللي بتقول الاستاذه اللي انا ما اعرفش اسمها ايه. اللي بعده بص حضراتكم بقى، هتلاقوا نفس النص، نفس كلمه كلمه وحرف حرف. اللي بعده ده عاطف، اللي بعده صفوت نفس الكلمة برضو، بيقولوا بمسجد فاضل كانوا بيمثلوا مسلسل محمد، نفس الكلمة فتحوها للممثلين وقفلوها للمصلين. تعالوا نشوف الممثلين كانوا مين، تعالوا نشوف الصورة اللي بعدها. هو أنا هو بظبط الجاكيتة والزملاء معايا قبل ما نبدأ التصوير مع فضيلة الدكتور، هم دول الممثل، هو أنا حضراتكم يعني أنا اللي بتشرف بتقديم البرنامج مع مولانا. ولا في ممثلين ولا في مسلسل ولا في اي حاجه. وزي ما حضراتكم شايف بقول لك الكورونا، الزملاء مهندس الصوت لابس كمامه، الزميل رئيس التحرير احمد فاروق لابس كمامه، وخلاص هو ده الكورونا كله. هو احنا كنا خد بال حضراتكم، ده في الهواء الطلق في الجنينه بتاعت المسجد، مش جوه المسجد اساسا ولا لنا علاقه بيه. فللاسف للاسف الشديد احنا اصبحنا فريسه لهذه الشائعات، ومننا اللي بيتورط فيها. زي ما حضراتكم شفتوا الناس بتتصرف وبتنقل الكذب بهذه الطريقه. انا اسف يا مولانا للاطاله يعني. إلا يعني على كل حال، الإمام الشافعي كان له بيت صعب شوية لكن أورده الإمام العيني في تفسير في شرح البخاري، أنه يعني دع القافلة تسير. افتراءات يا مولانا. كان جمال عبد الناصر وهو بيتكلم مع في المفاوضات يعني، وكانوا يضغطون على مصر ضغطا كبيرا، يقول دع القافلة تسير والكلاب تنبح. فالشافعي قال ايه في هنا؟ قال
لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. أنا لا أريد يعني المناظرة بين المخطئين هؤلاء وبين بيت الإمام الشافعي، ولكن أقول انظر كيف فكر الإمام في المسألة، إنه حتى لو أن أناسا هاجمونا وفعلوا كذا إلى آخره، استمر في السير واترك ما وراءك ولا تهتم الحمد لله ولا تزعل. كملنا التصوير الحمد لله على خير وفضلتك يعني. وأرجو أيضا من الإخوة خاصة يعني من دول مش إخواتنا ولا حاجة، اللي هم من الإخوان المسلمين، ما هي دي ميليشيات يا مولانا، كتاب إلكترونية اللي في مكملين ومش مكملين والشروق ومش الشروق والكلام ده، الشرق أي حاجة، بنقول لهم يا جماعة، وأنا بدل لهم كده علشان يعني يعملوها فيقعوا في الغلط ما تاخدوش كلامي ده، ما تسيبوش الفكرة وبعدين تقول ده شتمهم وقال لهم يا كلاب. طب وانت عارف هم مين؟ لا أنا مش عارف هم مين، بس أنا عارف سيدنا رسول الله الذي نهانا عن هذا وقال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. على سبيل العموم مش على سبيل فلان وعلان وتركان. فإذا هؤلاء الناس أرادوا أن يدخلوا أنفسهم في المنهي عنه فأمرهم وحسيبهم ربهم. نعم. طيب ده كان اللوكيشن بتاعنا أو المكان اللي احنا كنا بنصور فيه، وحلقات جميلة وممتعة. وأترك في الدكتور يدينا بس نبذة عن مصر أرض الأنبياء اللي حضراتكم إن شاء الله هتتابعوه على الشاشة الجميلة دي، شاشة CBC إن شاء الله، ابتداء من أول يوم رمضان. تفضل يا مولانا. هو نشأت الفكرة أن من هؤلاء الأنبياء الذين لهم بمصر علاقة، بأن ولدوا فيها، بأن عاشوا فيها، بأن ماتوا فيها، بأن مروا عليها، بأن يعني دعوا فيها، فالمفاجأة أنهم كثر، وأنهم مجموعة كبيرة من الأنبياء، بعضهم مذكور في القرآن وبعضهم غير مذكور في القرآن. وكذلك هناك من هو له علاقة بهم كالسيدة هاجر مثلا. صحيح. مع سيدنا إبراهيم، كالسيدة ماريا. نعم. مع سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتكونت من هذه الفكرة فكرة البرنامج عظيم. مصر أرض الأنبياء، لأن عدد الأنبياء الذين قد جاءوا فيها عدد كبير من الأنبياء، يعني نحو أكثر من عشر أشخاص أو أكثر من ذلك، وده اللي بيخلينا عظيم. ننبه إلى هذه الحقيقة. في النهاية فإن سيدنا نوح عندما وصف مصر وهو يترك ابنه فيها، أنت في بلد هي أم البلاد وغوث العباد، ده مصر. مصر بشارة سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح هو اللي قالها، اللي هو احنا خدنا منها دي مصر أم الدنيا. مصر أم الدنيا هي جاية من قول سيدنا نوح، مصر أم البلاد. فاحنا قلنا أم الدنيا. أم البلاد وغوث العباد، يعني خيرها مغرق الدنيا. ما هو واضح حتى في عز الأزمة اللي احنا فيها، الحمد لله الخير برضو الحمد بفيد. لله الحمد رب لله. العالمين ونكون هكذا دايما، يعني نكون في عطاء دائم للعالمين وليس لمصر وحدها. فآدي بالرغم من كل الأزمات المختلقة التي مرت بها، بالرغم من كل الترصد الذي رصدت فيه عبر التاريخ، ولكن تخرج مصر في النهاية بهذه الكيفية. انظر إلى البلاد التي استعمرت، تجدها أنها قد أثرت في البلاد المستعمرة حقيقي. في لغتها، في ثقافتها، في لبسها، في كذا. ومصر ذاب فيها كل من جاء، احنا لا أصرنا في المحتل ذابوا خلاص ذابوا. وأصبحت مصر هي لها رسالة واضحة
لأنها مباركة من عند الله، لأنها مذكورة في القرآن بنصها 5 مرات وبوصفها حوالي 80 مرة. 80 مرة. بالضمير وبالإشارة وبال وطور السنين وهذا البلد الأمين. نعم. وكل هذه الأشياء يعني الحقيقة جعلت مصر محل نظر الله سبحانه وتعالى. وكان الناس إلى عهد قريب بل يعني إلى يومنا هذا يتركون سائر بلدان الدنيا ويأتون إلى مصر. يكفي أن الله حافظ على الأزهر الشريف ليكون قبلة العلم في العالمين. وباتفاق كان من يتخرج عندنا في الأزهر ويذهب إلى هارفارد أو إلى كامبريدج أو كذا إلى آخره، فيجدونه يعني حصل على ليسانس في من الأزهر، فيدخلونه مباشرة إلى رسالة الماجستير دون الدبلومات أو إلى الدكتوراه دون الماجستير، لأنه اللي يدرس في الأزهر يبقى كأنه حصل على درجة عليا تتيح وتهيئ له أن يدخل في الدرجة التي بعدها. هي دي مصر، مصر العلم ومصر الديانة. يعني يحدثني فضيلة الشيخ مفتي البوسنة مصطفى السرتش أنه حدث معه هو هكذا لما ذهب وكان مستعد أنه يأخذ الدرجات، فقالوا لا ده أنت أخذت الحكاية من الأزهر. مفتي البوسنة خريج الأزهر. نعم. مصطفى السرتش السابق. نعم. فلما راح أمريكا خد الدكتوراه من هناك مباشرة من غير ماجستير عشان خريج الأزهر، لأنه هو خريج الأزهر. عظيم. فهذه الحال. وهو الشيخ مصطفى رضي الله تعالى عنه عايش، ربنا والحالة يعني ما هياش من عشرات من زمن بعيد، لا عصر حديث معاصر. وبعدين يعني ليس هو وحده، ده كل الناس كانت كده. وحدث هذا في كثير جدا من المواقف. أكثر من هذا أن الذي يدعي ده فعلا راح الأزهر وكده، واحد ادعى قال لهم أنا من بلد اللي فيها الأزهر يعني، فيكرموه يقولوا خلاص دي كده كفاية منك إنك أنت تكون اتعلمت على علماء الأزهر حتى خارج المسار الرسمي. ده حدث إلى الآن ورأيناه بأعيننا إلى الآن في مشارق الأرض ومغاربها، في جامعة طوكيو وفي هارفارد وكامبريدج وأكسفورد وكذا إلى آخره. نعم. ده كده يعني مجرد مقدمة، وعايز أقول لحضراتكم كمان هيكون في مزج ما بين الروايات الشعبية حول الأنبياء والرسل الكرام اللي جم مصر وسيرتهم، وأيضا التحقيق العلمي. فإن شاء الله يكون مادة شيقة وجميلة كده تخاطب كل الأعمار، يعني ولادنا يقعدوا يتفرجوا وإحنا وأبائنا وأمهاتنا، إن شاء الله تبقى مادة يعني وثيقة تاريخية فضيلة الدكتور بيقدمها حول الرسل الكرام اللي ارتبطوا بمصر، يعني من أول سيدنا إدريس عليه السلام لغاية خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أنا بشكر لفضلتك جزيل الشكر. كل سنة وانت طيب. كل عام وفضلتك بخير. كل عام وأنتم بخير. يا رب عودة لي يا رب. وتعالى ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الوباء والبلاء والبلاء، وأن يصرف عنا السوء بما شاء وأن شاء وكيف شاء، وأن يحول هذه المحنة إلى منحة وعطية يأجرنا فيها أجر الصابرين، وينزل علينا السكينة ويغسلنا بالماء والثلج والبرد، وينقلنا من دائرة سخطه إلى دائرة رضاه، ويبعدنا عن كل سوء. اللهم أبعد كل سوء عن هذا البلد الأمين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبلنا عندك، نحن في حاجة إلى رحمتك ولست في حاجة إلى مؤاخذتنا، فاعف عنا بعفوك وارحمنا برحمتك، واهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم هدئ بالنا وأصلح حالنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا ونور قلوبنا، وارزقنا رزقا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعينا من خشيتك دامعة، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد أمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
شاكر جدا لفضلتك، وان شاء الله نشوف حضرتك على خير ان شاء الله بعد رمضان. الى اللقاء ان شاء الله. شكرا جزيلا، وشكر موصول لحضراتكم، كل عام وحضراتكم بخير. ده كان مسك الختام النهارده، وان شاء الله يتجدد لقائنا في هذه الفقره الاسبوعيه الجميله في من مصر مع مولانا فضل الدكتور علي جمعه ان شاء الله بعد العيد باذن الله، ولكن في رمضان ان شاء الله هيبقى معاكم برنامج مصر ارض الانبياء. وكده خلصت حلقتنا، تصبحوا على خير.